فعاليات ثقافية متنوعة شعرية وغنائية ومسرحية. مهرجان صدى المحبة بدورته الثانية ينطلق على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. يوجد بالبداية معارض فنية تشكيلة، فن تشكيلة، أعمال يدوية، أعمال نحتية، بالإضافة إلى لوحات راقصة فنية مع الغناء الوطني والوجداني والاجتماعي، يقدمه بعض الأطفال والموهوبون، وأيضا هناك مطربين يؤدون بعض الأغاني الوطنية. بالتالي الشعر له الحظ الأوفر في هذا المهرجان. مجموعة فعاليات غنية، وهذه الفعاليات لا تكتمل إلا بحضور الجمهور. أي عمل فني لا يكتمل إلا بوجود المتلقي المشاهد الذي يرى. طبعا أنا بتشكر إدارة المهرجان على الفرصة وعلى هالتعب اللي صاروا على مدى يمكن أكثر من شهرين، وهناك كثير من الشعراء والشاعرات سيشاركوا، وهناك أسماء مهمة في الشعر والموسيقى. لاحظنا أن هناك مواهب شابة ومواهب أطفال لامعة من خلال هذه الرسومات الجميلة، من خلال هذه الرسائل التي تدعو إلى المحبة وإلى السلام، كما هو الشعب السوري وكما هي سوريا دائما في التاريخ والآن. المهرجان أيضا يركز ويسلط الضوء على جانب هام جدا، ألا وهو تراثنا، تراث الأجداد، من خلال المحاضرات التي والندوات التي ستقام بإشراف وأساتذة مختصون وكبار قامات ثقافية خلال اليوم الثاني والثالث للمهرجان. مشاركون من مختلف المحافظات السورية والعراق الشقيق يقدمون عروضهم المتنوعة. المهرجان قلت لك هو مهرجان توعوي، أكيد هو مجتمعي، أكيد بفن، بتاريخ، بثقافة عامة، في فن، بفنون تشكيلية، يعني كل ما موجود احنا نزلناه في هذا المهرجان. وقلت لك انا احنا هلا راح نشوف الفرقة. ايضا خلنا احب اقول لكم احنا عملنا اول انتاج في المسرح هذا هي يا بلد الياسمين، من انتاج عراقي وايضا كلمات مصري وغناء وفلكلور سوري. مشاركين بمعرض فني تشكيلي بالإضافة للأدوات الأشغال اليدوية بالمهرجان. مشارك بأغنية بلد الياسمين، كلمات الشاعر المصري رمضان الخربطلي وألحاني، وإن شاء الله تعجبكم. يعني هي صار الأغنية هدية من الشاعر لسوريا بهالوقت هذا، وأنا عجبتني لحنتها. أنا اليوم مشاركة بمعرض الرسم بلوحة، واليوم أنا كتير مبسوطة، ونحن أطفال سورية دائما بنكون مبسوطين. طبعا تكريم يعني شيء كبير، إنه الإنسان يكرم ببلده، يكرم هو قيده على قيد الحياة. لكن أنا كنت بتمنى إني أقدم العرض اليوم، لكن لظرف صحي منعني إني أقدم العرض، لكن سعيد جدا باللقاء معهم. وضروري هالمهرجانات تكون أكثر من هيك، نقدر نلتقي، نقدر نقدم، نتبادل الثقافة، نتبادل الفن، اللوحات الراقصة، كل هالأمور هاي. لقائنا مع بعضنا وبعدين منشوف الفعاليات الإبداعية، فمن هون أنا بالنسبة لي أنا شخصيا تنبع أهمية قيام هذه المهرجانات. أنا أشجع أن يقام باللاذقية كل شهرين مهرجان على تنوعها بطبيعة الحال وبكل مدننا السورية. هيك منلتقي مع بعضنا، نتطمن على بعضنا، منشوف بعضنا، منتذكر أيامنا اللي انحرمنا منها 15 سنة مثلا، وبنعيد يعني ترتيب أوراقنا بشكل أفضل وأحسن وأعمق. لما أتكرم ببلدي بشعر أن أنا فنان قدمت شيء لبلدي. خارج هذا الإطار هذا يعني بتشكرهم جدا. طبعا هون مشان نثبت للآخرين أن مزمار الحي يطرب، مش مثل ما بيقولوا مزمار الحي لا يطرب، أنا بعكسها بقول مزمار الحي عندنا بسوريا سيطرب وهو يطرب أيضا. شكرا لكم، وسعيد جدا ومبسوط كتير بوجودي باللاذقية. يستمر المهرجان على مدى 3 أيام متتالية، يحضر فيها التنافس الشعري بين الشباب، إضافة إلى التعريف بالتراث وللفن حضوره الخاص.